اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيديو النهارده من مستودع الجوده المخفضه، مستودع السليب بمدينه الرياض، وعرض رهيب تصفيه بنات على جميع المستودع. عايزه اقول لكم الاسعار بعد الخصم رهيبه عندكم. ماكينه القهوه كانت ب 250، هتبقى بكره ب 125. طبعا مش بكره بس، بكره ولنفاذ الكميه. الجذور الجرانيت يعني شوفوا هما كانوا بيبيعوها بكام، حاليا هيبقى عليها خصم 50%. تصفي حتى الملابس، شوفوا اسعارها كانت كام، هتاخدوها بنص السعر. اللي كانت ب 11 هتاخدوها بخمسة ونص، وهكذا. اللي كانت ب 17 هتاخدوها اقسموا النص بالنص. تصفية شاملة في مستودع السلية، علشان في ترتيبات جديدة بالنسبة للمستودع هنوافيكم بيها ونقول لكم على الاخبار ان شاء الله اول باول. بس حبيت اقول لكم ان شاء الله ان في تصفية عشان تلحقوا عليها 50%. في حاجات كانت بخمسة ريال هتاخدوها بريالين ونص، كانت بتلاتة هتاخديها بريال ونص. في الشوزات شوفوا اسعارها كانت كام، هتبقى النص بالنص. في عربيات التقديم اللي كانت بتلتمية هتاخدوها بمية وخمسين. الفيديو قصير، عايزة اقول لكم حاجات كتير، بس طبعا هنسى الاسعار. بس عايزة اقول لكم مثلا اللي كانت بخمسين هتاخدوها بخمسة وعشرين. عايزة اقول لكم التصفية شاملة على جميع المستودع، كل حاجة اللي موجودة في المستودع هيبقى عليها خصم 50%. فرصة بجد، فرصة حلوة قوي قوي، خصوصا الناس اللي بتجهز بناتها، الناس اللي بتفرش شققها. يعني مش هلاقي اسعار حلوة زي دي بعد كده. طبعا هنلاقي بإذن الله، عشان بس ابقى صادقة معاكم. بس يعني في حاجات بتبقى بجد والله فرص، فالحقوا على الحاجة ان شاء الله كده ان انتوا تاخدوا حاجات حلوة وتتبسطوا. هنزل لكم برضو فيديو بالتفاصيل، هيبقى فيه طبعا كل حاجة موجودة في المستودع، هنزلها لكم بإذن الله بالتفاصيل. يعني هنعمل تغطية أكبر من كده، بس حبيت ان انا اقول لكم يعني عشان تلحقوا وجهزوا نفسكم وتستعدوا كده بإذن الله للمشوار. احنا عارفين انه بيبقى لبعض الناس يعني المكان شوية بعيد، فحبيت اقول لكم كده من بدري. طبعا شايفين عربيه التقديم بكره هتبقى على 150، كانت ب 300 هتبقى على 150. الجذور عارفين الطوا دي بكره هتاخدوها تقريبا على 12 ونص. انتم متخيلين بكره هتبقى على 12 ونص؟ يا حبايبي يا اللي بتجهزوا بناتكم، فرصه مش هتلاقوا زيها. يعني ممكن بعد وقت طويل يعني تلاقوا حاجة زي كده. اصلا لما بناخدها بخمسة وعشرين بنقول مخفضة، ولما بنزلها لكم على خمسة وعشرين بقول لكم سعرها حلو. فبالك بكرة لما تاخديها على 12 ونص، يعني يا بلاش بجد والله. فان شاء الله يا رب كده ان كل واحدة تاخد اللي نفسها فيه. شايفين الجذور كتيرة ما شاء الله، وكمان مكاين القهوة دي فرصة، كمان عندك فازات وعندك حاجات حلوة قوي للناس بقى اللي هنا يعني مش هتقدر تشحن وكده. الفازات والحاجات دي طبعا اسعارها هتبقى حلوة قوي قوي بعد الخصم. يعني شايفين 25 تبقى 12 ونص، حاجات فخمة كده وحلوة. اما الناس اللي هتشحن ما تاخدش حاجات طبعا من اللي هتتكسر دي وتقول هشحنها، لا، عشان فلوسك ما تضيعش عليكي. انا بقولك مثلا اللي هتجهز لبنتها وحابة تشحن طقم جرانيت، تشحن صواني، تشحن اجهزة كهربائية كده. دي بالنسبة لحاجات برضو اللي انا بشحنها، فبقولك عليها يعني عادي نقدر يعني ان احنا نظبط الدنيا كده ونشحنها، مش هيحصل لها اي حاجه خالص. اما الحاجات اللي تتكسر ابعدي عنها خالص، فبلاش خساره فلوس. تمام، مش عايزه ارغي كتير واطلع عن الموضوع. بكره ان شاء الله خصم 50%. كمان في ملابس موجوده شيء ان، وملابس اطفال وحاجات كتير ما شاء الله. يلا اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.